تقام في كنيسة حاملات الطيب التي تم إنشاؤها بمدينة السلط على مبنى مغارة تاريخية قديمة، الصلوات والقدديس والمناسبات الدينية، حيث يؤمها السياح من كل مكان. فريق نورسات الأردن قام بزيارة إلى ذات الكنيسة وعد لها برنامجا خاصا ضمن حلقات كنيستي، فإلى هناك. تجددت حياتنا وولدنا من جديد، يا كنيسة أنت أمي ملجأي في كل ضيق، ملجأي في كل ضيق. استجابة لرغبة كاهن رعية الروم الكاثوليك في السلط الأرشمندريت حكمة حدادين للوقوف على احتياجات الرعية، زار المدينة في وقت سابق المطران جورج لينغوا السفير البواوي في الأردن آنذاك، وتبادل الحديث معا حول ضرورة إقامة كنيسة ثانية للرعية في هذا المكان الذي يشتمل على مغارة مسيحية تاريخية. أمر المطران جورج بتشكيل لجنة لجمع التبرعات من كافة المحسنين في الأردن ومن رعية الروم الكاثوليك في السلط على وجه الخصوص. يا كنيسة يا مجيدة، أنت هي بيت الله، فيك نلتقي الإله ونستمد منه الحياة. وبالفعل تم جمع المال وبوشر في بناء الكنيسة في هذه المنطقة المسمى بأم عطية، إضافة إلى كنيستهم الأولى سيدة البشارة للروم الكاثوليك الواقعة في شارع الميدان. هذه الكنيسة الجديدة رغم حداثتها إلا أن مكانها يعد من المواقع التاريخية في مدينة السلط. أنت هي فلك نوح ملجأ لكل الخطى. الآن إحنا في منطقة أم عطية، هذه المنطقة هي أول ما بدأنا كنيستنا في السلط، لأنها كانت منطقة القبور للروم الكاثوليك، لطائفة الروم الكاثوليك، لأنه بالسلط في للاتين في مقبرة، للروم في مقبرة، وفي روم الكاثوليك مقبرة، والبروتستانت في مقبرة. إذن هذا الملك تابع لكنيسة الروم الكاثوليك، فلذلك كان في هنا مغارة كان يضعوا فيها الأطفال، مش الأطفال الميتين يضعوا في هذه المغارة. بعدين جاء أبونا معين وفكر أنه يعمل من المغارة إشي كويس جدا، نظف المغارة ورتب أمورها، وقام كل العفش اللي فيها من خشب من توابيت من كذا نظفها، وبعدين انتقل من هنا إلى مادبة. أبونا معين مهد لي الطريق، جئت أنا على هذا المكان مهيئ الطريق. الآن قلت أنا نعمل كنيسة، عزمت السفير البابوي لانجوين، مسنيور لانجوين، عزمته على الصل، شاف انه بحاجة الى باركينج وبحاجة الى كنيسة لا غير كنيسة البلد، فلذلك اعطاني الضوء الاخضر ان نعمل هنا كنيسة.
وبعد تدشينها على يد المطران ياسر العياش في 19 من شهر كانون أول لعام 2014، أصبحت كنيسة حاملات الطيب في السلط جاهزة لإقامة الصلوات والقداديس الدينية وإحياء المناسبات المختلفة لكافة أبناء الرعاية المحسنين في المنطقة. دشنا صاحب السيادة المطران ياسر عياش ب 14 أو 19 12 2014، وكان احتفال جميل جدا بحضور السفير البابوي المونسنيور لانغوين الذي هو تبرع لبناء هذه الكنيسة، وكان الاحتفال يحضره جميع الطوائف المسيحية بالسلطة وحتى رئيس البلدية وبعض من رجالات الإخوان الإسلام حضروا الاحتفال وأعضاء البلدية. والآن جميع السواح اللي بيجوا على الصلب يوجد مفتاح لهذه الكنيسة بالبلدية، ساعة إذن برجوهم أيضا هذا المكان أصبح مكان محط للسواح. وحقيقة كما ترون هذا المكان يحتفظ بطابعه الخاص، ما أدخلنا عليه إلا بس المقدم الكنيسة المدخل، ولكن كمغارة بكت كمغارة فقط نظفناها بالرمل، ولكن تضاريس المغارة هي وجمالها هو. وجدنا هنا أولا كتب قديمة اللي الصلاة كانوا يصلوا فيها، موجود عندي الآن تحت، بعدين ورسائل، بعض الرسائل بالخط اليد، رسائل الأب سمور، وخصوصا أيضا سجل العماد القديم اللي بذكر من تعمد أول ناس بهذه الكنيسة بهذا المغارة بعدين بالكنيسة تحتها. هذه حقيقة عندنا ما زال هذه موجودة في الخزائن الكنيسة. في تعاليمك المضيئة أنت سراج الطريق، وبأسرارك النفيس ضفنا يسوع وأوضح الأب حدادين أن سبب تسمية هذه الكنيسة بحاملات الطيب جاء إكراماً لنساء السلط المسيحيات لما لهن من فضل كبير في إعداد جيل واع من الأبناء قادر على حمل رسالة السيد المسيح وماض في خدمة وطنه بأمانة وإخلاص. سمينا هذه الكنيسة حاملات الطيب لأن أول ما زاروا يسوع المسيح وهو في القبر حاملات الطيب، وإذا هن أخذن البشرى أن يسوع المسيح قام. وهناك مقبرة، من يأتي إلى المقبرة أكثر شيء هن النسوة، فلذلك إكراما لأمهاتنا وللنسوة سميناها بحاملات الطيب. عندنا هناك على يميني حاليا مغارة صغيرة كانت هي من المغارة، هنا المختار رامن شوات قال لي أبونا هذا بدي أعمله مزار كبيت لحم يكون فيه أجسام مجسمة تذكرنا بطفل المغارة والعائلة المقدسة والمجوس. فحقيقة المختار رامي جواد تبرع بكل ما يلزم للمغارة وهندسة هو، وعملنا حقيقة هذا المزار داخل المغارة الكبيرة. بك تجددت حياتي.
حياتنا وولدنا من جديد. يا كنيسة أنت أمي، ملجأي في كل ضيق، ملجأي في كل